نمكتد الباكني ذا ول كان صبرت يعني أما يورش أري ربحن إن شاء الله أثني سنيف كربية إن شاء الله باش هذا حمد ربي وشكرا إمي ربحن أما ذني ثني ماذي مولان أما ذو قاذي ثني الصغرين إن شاء الله ذو الفرحين نكمالا مذوي ذو المؤجلون ودقرغار الخاسرون أسنين مؤجل معنى نجاح مؤجل إلى قم كليون أذير ذي البالس باللي سينجح والنجاح ذي الدنيا مقر وإلى قرأ أثنى ركان ديون بحريش خاطئ اختزال النجاح في مجال محدد خطأ ما دام نهضر في الميزان العقل يونوري الزمير ذي جنغ أديني النجاح إلى قد الباك نغذي البويج البيع من خاطي أبدا هذا خلل معليش الرشنا إن شاء الله هذا غران إن شاء الله هذا ربحان ولكن وليلا قال نختزل النجاح في الباك خطر ما إلا اختزلناه أول خالفنا المنطق لوجيك نعفسيت يروح على الميزان وثي الثلاثة ليود لهلاك في يمنا أما ذا الرش أما ذي مولانا ما ويفدي من السبسيكولوج ويفدي من يحوس يهلك إلى أخي خاط أدنيني وقاذ يربحن أري يربحن إن شاء الله ذي الفرح نكمل إن شاء الله وقاذ مؤجلون إن شاء الله ذي ربحنا سنظن وسنيني أطفذ يا ربي اتخذوا الأسباب أولاقي موجه أما إورشنا ولا إي مولان وري لقد حرصا ولا قد زيرا ولا لقد زعفا ولا لقد عادي دوني ثق الزفاف واثني وفق ربي ان شاء الله جميعا مادام اول يصدر في التخصصات مختار ثم سلتاكي نفكاد الملاحظه هذه وفق ربي ان شاء الله الجميع.